تنضم إلينا من بيروت ماري سالم المحلل المالية في الشرق للأخبار للحديث حول تحركات الأسواق الخليجية. أهلا بك من جديد ماري. في أي سياق نقرأ هذه التحركات على المؤشرات البورصات الخليجية التي تابعناها اليوم العاملة في هذا الأسبوع قبل عطلة العيد؟ طبعا مساء الخير، مساء الخير محمد، ويعطيك الف عافيه. يعني انت لخصت من شوي المشهد، يعني بالاداء تبع المؤشرات الخليجيه اللي عم تشتغل اليوم، ولكن الملفت هو حجم التداول والاحجام تبع التداولات اللي عم بتكون موجوده ضمن السوق اليوم. هي ضعيفه جدا اذا بدنا نقارنها بالفتره الماضيه. يعني حتى السوق القطري رغم الارتفاعات القويه اللي عم نشوفها، انت ذكرت انه هي مدعومه من قبل المستثمرين المحليين او حتى بعض المؤسسات، ولكن بشكل ضعيف. احجام التداول لهلا يعني تقريبا 50% دون معدل ال 90 يوم اللي كنا عم نشوفه. نحن عم نحكي عن معدل تقريبا من يقارب النص مليار ريال قطري، نحن حاليا عن 250 مليون، يلي هي شوي بتاكد نظريه انه قبل اجازه العيد المستثمرين بتخاف احجام تداولاتهم ضمن الاسواق. ونحن يعني في عنا جلسه اليوم وجلسه بكره حيكونوا عم بيحددوا اتجاه ولكن مش احجام تداول. يعني شفنا الارتفاعات اليوم، هيدي الارتفاعات جاية من بعد ارتفاعات شفناها الأسبوع الماضي كانت قوية جدا بأحجام تداول أفضل مما هي عليه اليوم. يعني كان في عنا مستثمرين أصلا خليجيين غير المحليين بقطر، هن عم بيتفاعلوا مع الأداء تبع الأسهم يلي كانت موجودة. ونحن عارفين بآخر فترة مؤشر بورصة قطر كان عم بيتعرض لضغوط كتير قوية، يعني رغم ارتفاعات بقية الأسواق الخليجية إلا أنه بورصة قطر كان عم بيتقاعس عن هذه الارتفاعات وما كنا عم نشوف نفس النسب. هلأ اللي عم بيكون محط أنظار هي البيانات المالية وتوقعات البيانات المالية اللي هي متعلقة بالربع الأول. هذا الموضوع نحن تعودنا أنه نشوف ردود فعل مباشرة على الأسهم يلي هي بتعلن عن النتائج، ولكن اللي عم نشوفه بهيدي المرحلة وخاصة من يوم الخميس الماضي، يعني من آخر جلسة تداول ببورصة قطر، كانت ارتفاعات على جميع القطاعات. يعني كان في عنا تراجع طفيف جدا ب 0.1% على قطاع النقل والباقي كان كله على ارتفاعات. هل رجعنا نشوف نوع من ضخم، نوع من إيجابية بالأسهم؟ يعني هذا سؤال يمكن يعني يتبادر للذهن الآن أيضا، يعني في ظل ما تتحدثين عنه ماري، أنه الانخفاضات الأخيرة ليس في السوق القطري كما أشرت، أيضا في أسواق أخرى، هذه الانخفاضات الحادة والضغوط الكبيرة هل تشكل يعني فرص جديدة أمام المستثمرين، وبالتالي هذا قد يدعم عودة الزخم من جديد إلى الأسواق الخليجية؟ محمد التراجعات عم بتكون قوية. يعني إذا بدنا نحكي مثلا بالمقارنة لبورصة قطر، الارتفاعات اللي عم نشوفها كنا عم نشوف بالمقابل نفس النسب من التراجعات ببورصة الكويت. بورصة الكويت كانت مفرصة الخميس، ولكن الأربعة واليوم التراجعات قوية وأحجام التداول دون معدل 90 يوم يلي نحن اعتدنا أنه نشوفه. هيدي الضغوطات وقت اللي بتكون بهذا الحجم بهذه أحجام التداول الضعيفة تخلق فرص استثمارية. بس نحن بدنا نذكر أنه نحن داخلين على إجازة عيد الفطر، وقت اللي بنكون فايتين على إجازات طويلة شوية نسبيا وبالنسبة للأسواق الخليجية والمستثمرين الخليجيين بفضلوا أنه يتخرجوا أو أنه يكونوا على حياد من أي انكشافات ممكن أنه يكون في إلها ردود فعل من بعد الإجازات أو من بعد الفرص. يعني ممكن نشوف تخارج هلأ، ولكن نرجع نشوف زخم تداولات من بعد إجازة العيد إذا بقيت الأوضاع أو بقيت حتى البيانات العالمية أو الأسواق العالمية بأداء على هذا الاستقرار. الأسعار النفط أكيد داعمة جدا فوق 90 دولار، ولكن إذا استمرت على هذه الوتيرة ممكن أنه نرجع نشوف زخم من بعد إجازة العيد، ولكن متوقعة كانت أنه نشوف بعض الهدوء النسبة بالأسواق. بس الضغوط اللي عم بتكون واضحة أنه من مستثمرين أفراد أو من مستثمرين عم بيتخارجوا بغية أنه هن يحافظوا على مراكزهم بدون الانكشافات ليرجعوا يتمركزوا فيها من بعد إجازة العيد ومن بعد ما تكون بلشنا فوت ببيانات المالية. تفضل. إذا لم تتغير الصورة يعني كما قلت ماري بالنسبة للأسواق العالمية، ربما انعكاس تلك المعنويات وانسحابها على أسواق الخليج، يمكن هذا الأسبوع الأسواق العالمية تنتظر مجموعة من البيانات الهامة المتعلقة بالتضخم. الآن لدينا عاملين ذكرتيهم أيضا، عامل النفط وعامل ربما سياسات النقدية الأمريكية، كيف ممكن يكون تأثيرها على المعنويات في أسواق الخليج إذا جاءت بيانات التضخم أو البيانات التي تنتظرها الأسواق مفاجئة أو تحمل مفاجآت؟
تحمل مفاجآت بشكل إيجابي ولا بشكل سلبي. محمد، هي بشكل طبيعة عكس، الحال يعني أسعار بشكل سلبي عكس ما تتوقع الأسواق وتسعر الأسواق. طيب هلا أسعار النفط بشكل عام داعمة، يعني شايفين أسعار النفط وشايفين إذا استقرت عند هذه المستويات، أصلا كانت هي فوق ال 85 دولار كانت داعمة للأسواق الخليجية وكانت داعمة لنفسيات المستثمرين. هلا البيانات المالية وبيانات النقدية والسياسات النقدية العالمية تأثيراتها بتكون شوي بعيدة المدى، يعني مش للفترة دغري اللي نحن موجودين فيها، بتتأثر على البيانات المالية تبع البنوك تبع الشركات ولكن بمنظور متوسط لطويل الأمد. بالنسبة للأسواق الخليجية هذه البيانات صارت نوعا ما مسعرة، يعني صارت التوقعات هي موجودة. إذا أجت مفاجأة بشكل إيجابي أكيد حيكون ردة الفعل إيجابي بحكم أنه الأسواق العالمية حيكون ردود الفعل تبعها إيجابي. إذا أجت بشكل سلبي مش من المتوقع أنه بقى يكون في هذه الترابط اللي كتير قوي مع الأسواق والأداء تبع الأسواق العالمية، حيكون في تأثير على أكيد النتائج والبيانات ولكن مش تبع الربع الأول. والاتكال بهذه المرحلة أو التوقعات والأنظار عم تتجه للربع الأول والبيانات تبعه، يعني شو ممكن يصير لبعدين، يعني أي تأثيرات لهذه الأخبار اللي بدها تصدر حتكون من الربع الثاني ولبعدين، ما راح تكون للفترة يلي قطعت. فهلأ تركيز المستثمرين أول فترة على القليلة من هذه من هذا الربع التركيز تبعهم حيكون على البيانات المالية وأكيد على الأخبار اللي هي متعلقة بالشركات اللي مدرجة بالأسواق الخليجية. فكرمال هيك حيكون تركيز أكثر يعني محدود أكثر من الصورة الكبيرة اللي ممكن إنه يكون فيها تأثير، غير إذا كانت يعني مفاجأة بشكل كتير كبير. مريم سالم المحلل المالية في أشرف الأخبار، كنت معنا من بيروت، شكرا دائما لك على هذه التحديثات ووضعنا في سياق هذه الاتجاهات للأسواق الخليجية دائما.